اخيرا تشكيلات لمنتخب مصر يوم الاحد. احنا هنطلع بعد النهارده. عندنا والله الامانه قائمه المنتخب يعني فيها نجوم كتير، يعني ممكن بس نوضح حاجه قبل اتفضل. التشكيل لان دي كانت معلومه كلنا كنا متلخبطين فيها، واتاكدت القائمه 27 لاعب. كنا فاكرين كلنا ان 27 لاعب في اربعه هيتشالوا خالص لا لا ويبقى موجودين 23. ده كان زمان. لا يعني هو لحد قبل البطوله كان لا لا اللاعب ما كانش لغايه السنه اللي في لغايه قبل البطوله. بالظبط. صح. فبعد كده الكاف نزل التوضيح ان ال 27 موجودين موجودين، وتختار كل منهم مباراه بتختار 23.23. صح. انا وجهه نظري اعتقد ان الشناوي ان شاء الله سليم 100% هو الاساسي، محمد الشناوي. محمد الشناوي. اصل الاثنين محمد، الاثنين الشناوي والاثنين مصابين. فلا هو اعتقد محمد الشناوي. الناحيه الشمال الباك الشمال اعتقد انا من وجهه نظري محمد حمدي ممكن يبقى الاقرب، محمد عبد المنعم واحمد حجازي قلبين دفاع، محمد هاني الاقرب للباك اليمين، خصوصا كمان ان واضح ان لسه عمر كمال مش جاهز قوي، هما الاثنين قريبين من بعض عند فيتوريا، ولكن بالنسبه لي اعتقد محمد هاني هو الاقرب. الثلاثه اللي في النص محمد النني، مروان عطيه، وامام عاشور، ده من وجهه نظري الاقرب ان دول يبتدوا. ممكن حمدي فتحي مكان امام عاشور، ولكن اعتقد فيتوريا محمد النني ومروان عطيه هم اللي عنده اساسيين. طبعا محمد صلاح وتريزيجيه دول مفيش خلاف عليهم، ومصطفى محمد في الهجوم برضو يعني الشكل العام بيقول ان مفيش خلاف عليه. هي دايما اللعبه كلها هتبقى فين بالنسبه لفيتوريا؟ الثلاثه اللي في النص والباك اليمين والباك الشمال. صبري يعني طبعا في ثوابت في الفرقه، ما فيهاش خلاف. الشناوي او محمد الشناوي هو الحارس الاساسي لمنتخب مصر، احمد حجازي وعبد المنعم هم الاقرب طبعا ان هم يكونوا موجودين. بشوف ان محمد هاني فرصته اكبر ان هو برده يكون موجود في الجانب الايمن، مش بس عشان اصابه عمر كمال، لكن عمر من اول الموسم الحقيقه بيتنقل في اكتر من مركز. هاني مقدم اداء ثابت وكويس جدا السنه دي في مركزه، فانا بشوف ان هو هيكون اقرب في الحته دي. الناحيه الثانيه انا بشوف ان فيتوريا بيميل لفتوح بدليل ان هو ضمه رغم ان هو ما بيلعبش، اداله الماتش الودي هو نفسه قال كده، قال لك انا بشوف ان هو لعيب كويس جدا. صحيح. وهو لعيب طبعا كويس جدا. طبعا فيتوريا كمان عشان مدرب بيميل قوي للهجوم، فبيحب اللعيبه اللي هي دايما بتروح لقدام وعندها حلول. بالظبط. فبشوف ان فتوح الثلاثه اللي قدام برضو هم ثابتين تقريبا عند فيتوريا، صلاح وتريزيجيه او مرموش، ومعاهم مصطفى محمد. انا بشوف ان مرموش الحقيقه لو تم الاعتماد عليه كمهاجم بيكون انتاجه افضل بكتير، وبنشوف ده في الدوري الالماني. مصطفى ماشي كويس جدا. طبعا وجهه نظري بيتميز عن مرموش بالكرات العرضيه. لا طبعا لا اقصد ان مرموش هتلاعب مصطفى لاعب زيزو وجهه نظري. بالظبط. انا الثلاثه اللي في النص هم اللي دايما هيكون فيهم الخلاف. فيهم مش خلاف قوي على قد ما طبيعه المباراه هتفرق. يعني بشوف ان احنا واحنا بنلعب امبارح في كريم مثابت، لكريم مثابت قلت له ما انا احط 1-6-6-6 يعني اللي هو ما بيعملش حاجه غير ان هو يقطع ويدي للي جنبه، ومرموش وزيزو. يا لهوي ده انت مرموش 8. مرموش وزيزو 8. وصلاح وتريزيجيه ومصطفى. يعني انا بحاول اقرا دماغ الراجل شويه، فانا بص يا حلوه طبعا. ولاعب مروان وجهه نظري او حمدي فتحي، واحد من واحد الاثنين يقف ملوش دعوه بحاجه. وهاني ومحمد حمدي عشان برضو ما يطلعوش كتير، يطلع بس يطلع على ايه؟ على خفيف، على الهادي، وهو اللي ورا صلاح وتريزيجيه الناحيه الثانيه، حمدي ومصطفى محمد. ومصطفى محمد انا بشوف ان التركيبه بقى هو بيخشوا وصلاح وسوري هاني وحمدي بيخشوا 3 4 5 خطوات لجوه في الحاله الهجوميه، وقدامهم حمدي او مروان عطيه او حمدي فتحي. انا بشوف ان التركيبه هتبقى على حسب المنافس. يعني قدام موزمبيق مثلا يعني صعب جدا ان هو يعمل كده. صعب. وصلوا له يا جماعه، حد يوصل له الكلام ده والله. يعني برضه فكره هجوميه، بص فكره هجوميه بحته. لا 5 5 مش عند غانا بقى، يعني نلعبها موزمبيق يعني نشوف بس موزمبيق تمشي ازاي بعد كده. ان ما انا عشان كده بقول ان التركيبه في دايما في خط النص اللي هيكون فيها كلام. يعني قدام موزمبيق فريق انت المفروض ان انت هتكون ليك الابر هاند في المباراه، وانت اللي بتهاجم بشكل دايم، فممكن يعتمد على 6 1، ويكون الستة ده ممكن يكون محمد النني او مروان. طيب. يعني واحد فيهم، واثنين تمانيات بيزيدوا قوي، زيزو وامام مثلا. انما هيجي في ماتش زي ماتش غانا هيستغنى عن واحد من التمانيتين دول، زيزو